أهلا بكم في زمن الثقافة، وهذا العدد الخاص الثاني من نوعه حول المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط الذي أسدل ستاره منذ أيام قليلة. ولكن المشاهدات الغنية التي علقت بذهن أزيد من 200 ألف زائر حج إليه تغذي الذاكرة لزمن طويل إلى حين دنو النسخة المقبلة بإذن الله. حلقة المشاهدات الخاصة من زمن الثقافة لهذا العدد تلتقط ومضات من مجهودات وكواليس التنظيم من خلال آراء مواطنين زاروا معرضاً للكتاب لأول مرة، وآخرون يقارنون بين النسخة الرباطية والبيضاوية. من هذه الكواليس أيضاً بقعة ضوء على دور عاملات الاستقبال في تنظيم الحدث. في فقرة ثالثة نتعرف على مبادرة تصميم فضاء الطفل داخل المعرض من طرف طالبات من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ونختم هذه المشاهدات بفقرة شخصية وأسئلة مع المكلف بقناة أواصر تي في، منبر إعلامي لمجلس الجالية المغربية بالخارج داخل معرض الكتاب. المعرض الدولي للنشر والكتاب عرس ثقافي كبير ذو إشعاع دولي، جعل العاصمة الرباط تحت الأضواء والكاميرات والعدسات لمدة 10 أيام. معرض يغري بالزيارة لأكثر من سبب، خصوصاً لمن لم يزر معرضاً للكتاب من قبل في المغرب، ولمن سافر لتحقيق هذا الغرض من مدينة إلى أخرى مستحملاً مشقة السفر وطول المسافات من أجل عيون الكتاب خير جليس. صراحة أول مرة تنجي لمعرض الكتاب اللي في الرباط، لأنه قريب شوية لنا وجا في واحد الوقت اللي هو مناسب. كنا سالينا الدراسة ديالنا وسالينا الالتزامات ديالنا، وكنا يعني فارغين أننا نجيو لهذا نجيو نزوره. قصد أنني نقتني بعض الكتب اللي بحثت عليها مجموعة ديال المكتبات وما لقيتهاش. إيوا هذا المعرض هذا تيتيح لنا الفرص أننا نلقاو مجموعة ديال الكتب اللي صراحة تنضربو تمارة بزاف باش أننا نلقاوهم، أننا نجيبوهم وتيكونوا بتأثمنة اللي هي خيالية. هنا تيكونوا بمجموعة ديال الخصومات ومجموعة ديال التسهيلات اللي تتمكننا أننا ناخدو بلاصة كتاب واحد ناخدو جوج ولا ثلاثة، هذا ما كان. لأن عمري ما مشيت للدار البيضاء، أول مرة كنجي للمعرض ديال الرباط. جيت من تطوان في الحافلة على أساس المعرض المنظم هنا في الرباط، وبأني وحتى أنا محتاجة للقرارات القضائية، وبحكم مؤسسات ديال الدولة التابعة للسلطة القضائية موجودة في المغرب، وعليها جيت نتلقى بالأطر الإدارية لأني أريد القرارات القضائية بحكم البحث ديالي كيتطلب القرارات القضائية، وهذا عائق بالنسبه لي. انا ساكنه في تطوان وما كاينش يعني واحد ما كاينش هاد القرارات القضائيه بحكم انا البحث ديالي كيصب في المحكمه التجاريه، وجيت على اساس المحكمه النقد اللي انها كتجمع المحاكم بصفه عامه ديال المملكه، جيت نشوف شي قرارات. اول حاجه التنظيم، ويعني كل حاجه في متعه، والتنسيق يعني كل حاجه في البلاصه ديالها، وما يعني انتينا بيدك كنمشي متبعه ديك الاشارات، حتى شي تسقسي وما حتى شي تسول، كنمشي للمكان مباشره لعين المكان. جئت خصيصا من مدينة وجدة، المدينة الألفية، مدينة الثقافة كذلك، إلى الرباط للحضور في هذا المعرض الدولي في صبغته 27 إن شاء الله. مدينة الرباط اللي هي مدينة الأنوار واللي راها منورة بهذا المعرض هذا، ومنورة بالزوار ديالها. حقيقة تفاجأت كثيرا، يعني دقة التنظيم والاحترافية اللي وصلها المغرب في تنظيم هذه المعارض. معرض الكتاب بمدينة الرباط هو فرصة للمثقفين والحداثيين للاكتشاف
الاطلاع على ما هو جديد في ميدان الكتاب. اليوم الحمد لله تفاجأت بعدد الزوار اللي متواجدين في هذا المعرض، سواء من أطفال صغار المتمدرسين أو الجامعيين أو الباحثين والأكاديميين. معرض متوفر على مجموعة من الخدمات، الناس هنا يبشوشين لكي يوجهوك لأي جناح بغيت تطالع عليه أو تزوره، كذلك المرافق الصحية متوفرة، الإرشادات كذلك متواجدة بكثرة. الحمد لله هذاك الشيء زعما يدل على أن المغرب في طريق النمو والحداثة. بهذا المعارض هذه والإقبال ديالها عليها كيدل بأنك هناك شغف نحو المعرفة نحو القراءة، أن أمة لا تقرأ هي أمة ميتة. هذا الأسبوع جيت خصيصا على حساب معرض الكتاب، هذا اللي تحت لي الفرصة أنا نزور أول مرة مدينة الرباط، نشوف الأجواء كيفاش دايرة وعلاش لا ناخذ أنا الكتب اللي خاصيني. حركة ديال الكتب في مدينة الداخلة ضعيفة شوية، داكشي باش كنلقاو مشكل ملي كتبغي تاخدي شي كتاب ولا شي حاجة بحال هكذا كتلقاي مشكل، يعني لما كان شي معرض بحال هكذا خصكي ضروري توفري المكتبات، المكتبات هما اللي متوفرين. هذا هو، هذه هما الصعوبات اللي كنواجهوا بالنسبه للناس القراء اللي كيبغيو ياخذوا من وقت لاخر. ولمن كان من الزوار الاوفياء للمعرض الدولي للكتاب في دوراته السابقه المقامه دائما بالدار البيضاء راي اخر، سواء كان زائرا من المغرب او الخارج، راي العارف المجرب وراي المقارن حتما بين الدورات البيضاويه والدوره الرباطيه الاستثنائيه. هذه الدورة هي دورة متميزة من حيث التنظيم، مكانا وفضاء وأجنحة وطريقة الترتيب، فلا بد فكل ينوه بتنظيمها، سواء الزوار المحليون أو الزوار من خارج الرباط أو الزوار من خارج المغرب. لذلك أعتقد أن هذا المعرض مكتسب يجب أن يحافظ عليه. طبعا ليس على حساب المعرض الدولي للدار البيضاء الذي كان يدعم الدار البيضاء، هذا امر ذاك مكتسب اسبق. ولذلك انا مقترحي الشخصي ان يحافظ على المعرضين معا مع المباعده الزمنيه بينهما على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول العربيه، امثال معرضي القاهره والاسكندريه بمصر ومعرض الشارقه وابو ظبي بالامارات الى غير ذلك. والمغرب ثقافيا يستحق ان ينظم فيه معرضان كبيران. المعرض ديال الدار البيضاء في 2019، وإلا قارنته بهنا أولا مزيان، بعدا منين داروه لنا في الرباط قربوا لنا كنا كنسافروا باش نمشيو، وثانيا الفرق أن كاين شي حوايج اللي مختلفة شويش ما بين الدار البيضاء والرباط على ود التنظيم. بحال دابا منين خلصنا لي تيكي ما عطاوناش الخريطة باش نعرفوا لو بلان ديال المعرض كيفاش نمشيو له، كيفاش خصنا حنا نقلبوا في لي بون كارت في المعرض. ولكن موجود في يعني في المجمل المعرض مزيان كبير يعني مضوي. هذا المعرض الحالي نحن نتفاهم انه جاء بعد 4 سنوات من غياب المعرض، وجاء في موعد ربما كثير من الدور لم تكن قد برمجته في اطار مواعيدها السنويه، ومن ثم لم تحضر دور كبيره، دار الساقي، دار الطليعه، دار الاداب، كثير من الدور لم تحضر، الدور الكبرى عالميه غاليماغ سي بوان الى اخره. فهذه اولا لابد ان تحضر هذه الدور لان المغرب يستحق ان يحج اليه هؤلاء الاعلام. وايضا في البرمجه الثقافيه لا باس ان ننفتح اكثر على اعلام الفكر والثقافه في العالم، فالمغرب وجهه سياحيه فلا بد ان يكون ايضا وجهه ثقافيه. هذه ليست المرة الأولى التي أشارك فيها في فعاليات معرض دار البيضاء للكتاب أو معرض الرباط الدولي للكتاب، وإن كنت أحبذ أن يكون موجودا في الرباط. دائما معارض الكتب تقام في المدن الثقافية أو العواصم الكبرى مثل ما هو متبع في العالم كله. المهم هذا أمر مغربي محض. أظن أن وجود المعرض هنا صار أكثر تنظيما. طبعا هناك مساحة من السنوات الوزارة، وزارة الثقافة هي التي كانت تقيمه في كازابلانكا في الدار البيضاء، وهي أيضا التي تقيمه في الرباط، ولكن
مع التقدم التكنولوجي والتقدم المعرفي والوسائط ووسائل الإعلام صار هناك نقلة نوعية في، وأيضا من حيث البرامج وضع البرامج أيضا دعوة عدد من المهمين في العالم مثل جوزيبي كونتي، هذا شاعر كبير يحلم أي معرض كتاب للكتاب في العالم أن يدعوه، فكان ضيف شرف وما زال بيننا هنا في الرباط. ما يعلق في ذهن الزائر إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب هو طبعاً بعيداً عن الكتب وعوالمها هو التنظيم والخدمات، فهو الذي يترك لديه انطباعاً إيجابياً لاستعجال وصول دوراته المقبلة أو العكس. ولهذا فقد سعت الجهات المنظمة لهذا المعرض إلى توفير مجموعة من الخدمات التي تيسر على الزائر جولته في هذا الفضاء الثقافي الكبير وتجعله ليس فقط مفيداً بل ممتعاً أيضاً، وخدمة الاستقبال كانت واحدة من هذه الخدمات الرئيسة. كنحاولوا نعاونوا الناس ونساعدوهم ونخفوا عليهم أنهم يعرفوا البلاصة دغيا بلا ما يحتاجوا أنهم يقلبوا، وعادي يمشيوا يدوزوا النهار كامل وهما كيقلبوا على الجناح. نهار الأول باش دخلنا داونا هكا المراكز الأجنحة، عرفنا شحال من جناح كاين بعدا، كل جناح فاش كيختص، كاين جناح الوزارة، كاين جناح المؤسسات، كتب. من بعد داونا شفنا عرفنا بزاف د البلايص، يعني فين غنقدروا نديو الناس، فين غنقدروا نوريوهم، فين غادي نقدروا، يعني ملي غيجي الانسان يسولنا نعرفوا فين غادي نديوه، نعرفوا شنو غادي نوريوه، نكونوا عارفين ديجا كل شيء. هي 35 بنت، كل وحده كتشد البوست ديالها، يعني كل وحده عارفه راسها شنو غادي دير، عارفه الخدمه اللي غادي ديرها. كنشدوا لي بوست ديالنا مع تسعود، يعني كنبقاو 11 ساعه وحنا في خدمه الزبائن. من اجمل المشاهدات التي سجلناها في هذه الدوره هو هندسه فضاء الطفل الذي يوجد في أقصى خارطة المعرض ويشكل لوحده معرضاً مصغراً جمهوره الطفل المغربي. تصميم هذا الفضاء يعكس إبداعاً كبيراً واشتغالاً مكثفاً على تناغم الرسائل التربوية المراد إيصالها للأطفال مع الحيز الجغرافي الموجودين فيه ومع شعار الدورة وطبيعة ضيف الشرف فيها. ولم تعهد وزارة الشباب والثقافة والتواصل إنجاز هذا الفضاء لشركة خاصة، بل حققت به تحدياً لمجموعة من الطالبات بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، اخترن أن ينخرطن في مشروع تصميم فضاء الطفل في إطار دراستهن النظرية والتطبيقية بالمعهد. فضاء الطفل بتوقيع نسوي ولمسات شبابية. احنا طلبه ديال المعهد في شعبه ديال التنشيط الثقافي، ومعنا ايضا شعبه السينوغرافيا، اللي قمنا بالبرمجه وبالاعداد ديال هذا البرنامج ديال الطفل في المعرض الدولي للكتاب، وخدمنا على مجموعه من الورشات في الفضاء ديالنا. عندنا 4 ديال الاجنحه، كاين الفضاء افريقيا قاراتي، وهو فضاء بما ان افريقيا هي ضيف الشرف ديال هذه السنه هذه، فقررنا اننا نسلطوا الضوء اكثر على هاد القارة هادي. بالنسبة للفضاء الثاني أو الجناح الثاني، عندنا أكتشف، وهو جناح علمي فيه لغوبوتيك، فيه الكودينغ، فيه الطاقات المتجددة أيضا، وفيه المابينغ مع البارتنير ديالنا لينبا. عندنا الفضاء الثالث اللي هو مقهى مونغا، وهذا المقهى هذا هو خصيصا المحبي الثقافة والأدب الياباني. بالنسبة للفضاء الرابع وهو فضاء حكاياتي أو أقرأ، اللي كنجيبوا فيه دي كونتور اللي هما معروفين على المستوى الدولي، وأيضا هما مغاربة معنا، وأيضا كنا إفريقيا بحكم أن الانفيتي دونور ديال هذا العام هي إفريقيا. المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي هو مؤسسة عليا لتكوين الأطر في المجال ميدان المسرحي والتنشيط الثقافي. التنشيط الثقافي يعنى بتكوين في
كل ما يهم تدبير المؤسسات الثقافية. لذلك تفضلت الأستاذة منيا النجار بأنها تأطر مجموعة من الطالبات اللي في السنة الثالثة أنهم يعني يأطروا هذا الجناح الخاص بالطفل، وبدأت تجربة من ما يسمى من سلة الأفكار. طبيعة الحال سلة الأفكار هي الطالبات تيعبروا أو كيقلبوا على أفكار اللي ممكن أنها تكون محل تطبيق في هذا الجناح الخاص بالطفل. إحنا واحد الفريق ديال العمل اللي هو متناغم ومنسجم، بالتالي ما لقيناش مشكل في أننا نفرقوا المهام. بدينا بكاع لي زيتاب اللي كيبدا بهم اي مشروع، بدينا بالبنش ماركين، بدينا بالبانيا ايدي، بدينا كل واحد كيجيب فكره وكيحطها وكنناقشوها كاملين، والفكره اللي لقات اعجاب كنتعاونوا ليها كاملين باش نوصلوا ليها، حيت الاساسي ما عندناش شكون دار هذه وشكون دار هذه، ولكن الفريق الفلاني هو اللي قام بهذا المشروع وهو اللي دار، يعني هذا المشروع كامل هو الوجه ديالنا كاملين وهو بسميتنا كاملين. اختارينا نخدموا على الفضاء ديال الطفل من ديسمبر 2021، اختارينا حاولنا اننا نقربوا الوليدات ونشوفوا كيفاش هما كيفكروا حاليا، كيفاش الجيل الجديد شنو ناقصوا، شنو الامكانيات اللي نقدروا نزيدوه بعد الجائحه، طبعا شنو اللي تغير. دونك كاول اتاب بدينا بها هو البنش ماركينغ، بدينا كنشوفوا على شكل انترناسيونال كيفاش كيخدموا في المعارض الدوليه، وكنشوفوا حتى النسخ السابقه اللي كانت كازابلانكا، وكنديروا صور تقريبيه وكنديروا مقارنات وتحليل لهذوك لي كونتوني اللي كانوا كيجمعوا الوليدات الصغار في لي زاتولي. هي في الحقيقه مشاركه كتهدف اولا تكوين ديال هاد الطالبات، بما انهم ان شاء الله غادي يكونوا متخصصات في التنشيط الثقافي، هي فرصه لهم انهم ينميوا القدرات ديالهم في هاد الميدان، كذلك يكون عندهم واحد التصور واقعي لكيفيه الاشتغال في معرض للكتاب، شنو هي الايجابيات، شنو هي المشاكل. يعني هو يعني كما قلت لك هي فرصه لهم باش ينميوا القدرات ديالهم والخبرات ديالهم، باش ان شاء الله ملي يخرجوا للميدان ديال العمل يكون عندهم واحد التصور على شنو هو يعني الاكراهات ديال تنظيم معرض ثقافي، شنو المره الجايه ان شاء الله الا ساهموا معنا شنو المسائل اللي يمكن لهم يتجاوزوها، شنو المسائل اللي يمكن لهم يزيدوا يطوروها. شراكات أخرى بناءة ترافق هذه الشراكة الكبرى بين الوزارة الوصية والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، فإذا كانت هذه تعنى بتصميم الفضاء فإن أخرى تهتم بمضمونه من خلال بعض الورشات المنظمة فيه والتي عهدت إلى معاهد تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من باب تثمينها للطاقات الشبابية والإبداعية الدارسة فيها. ومن بين هذه المعاهد المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمعهد العالي للفنون الجميلة بتطوان. كنا كنحاولوا نختاروا لي بارتنير الجيدين اللي يقدروا يديروا معنا كونفونسيون باش نوجدوا الوليدات هذا الفضاء الكبير، واللي يقدر يكون متنوع ومميز على النسخ السابقه كيف ما قلت لكم. من الصعوبات اللي كنا كنوجدوا بحال مثلا كنكونتاكتو دي فوا شي ناس اللي كانوا خارج المغرب واللي كنا باغينهم يكونوا حاضرين معنا، دي فوا كانت كتكون صعوبه في انهم يكونوا معنا في ظروف الجائحه اللي كتلزمنا اننا نكونوا دايرين تدابير صحيه وقائيه. قلنا لهم خصكم تشتغلوا لنا على فكرة جديدة، بما أنه هذه السنة الأدب الإفريقي ضيف شرف، من ثم جات الفكرة ديال إفريقيا قاراتي لافريك مون كونتينون ديال لو بلوك. قلنا لهم فوالا هاد السنه كاين اهتمام كثير مثلا بال 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 بالمونغا، يعني من منهجات الفكره انهم داروا اناتولي مونغا، يعني حنا حاولنا نوجهوهم وهما كذلك اشتغلوا معنا وكانوا يعني تبارك الله عندهم افكار وعندهم يعني عندهم تاهما بزاف ديال الجديد ما يعطيو هاد الفتيات اللي كانوا معنا.
الحمد لله دازت 8 ايام دون فاصون تري فلويد. الحمد لله داك النتائج اللي كنا كنتوقعوها اون ديباسي التوقعات ديالنا الحمد لله. بدينا بعدا في لا فاز الاولى بالينوغوراسيون لا جورني ديال لينوغوراسيون كما كتعرفوا كتكون شويه ستريسانت، مي الحمد لله داز كلشي مزيان. الوليدات سون تري 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 كونتون بلي زاتولي اللي كنديروا لي زاكتيفيتي كلشي سون توجور فاسيني بلا ديفيرسيتي اللي كاينه في لي زاتولي الحمد لله. لكل مجتهد نصيب، ونصيب هؤلاء الطالبات المجتهدات المبدعات هو ما تحقق على أرض الواقع، وهو ابتسامات الأطفال الزوار، منجز سيكون حتماً مفتاحاً لإنجازات أخرى مماثلة في أفق معرض سنة 2023 بحول الله. نتمنى بأنه وزارة الثقافة تأخذ بعين الاعتبار هذا المجهود اللي داروه الطالبات، ويولي واحد تقليد للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بأنه يشارك في 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 يعني في تأطير وتدبير هذا الجناح الخاص بالطفل. احنا بالنسبة لنا يعني الفضاء ديال الطفل أدى المهمة دياله، وهذا كيبين لنا يعني الإقبال الكبير على الفضاء ديال الطفل، لأن احنا دابا تسجيلات فضاء الطفل يعني توصلنا بالعديد من طلبات لدرجة أننا ما قدرناش نلبوا طلبات كلهم ديال جميع المدارس. يعني الوزارة الثقافة اللي عطتنا هذه الفرصة وثقت فينا، وشكرا للمدام مونيا نجار اللي هي الشخص الأول اللي ثق فينا واللي زعما قدمنا للوزارة باش أننا نشدوا هذا المشروع هذا وأننا يعني نقوموا به من أول حتى الأخير ديالو، وباش نشوف كيف ما كتشوفوا دابا لو ريزولتا كيتكلم على راسه. تستمر المشاهدات داخل عالم المعرض الدولي للنشر والكتاب، تلتقط ما لا يدخل في دوامة الكتاب وتوقيعاته وندواته. من هذه المشاهدات طاقم لقناة تلفزيونية يشتغل كخلية نحل انطلاقا من المعرض، ولكن جمهورها خارج حدود المعرض والرباط والمغرب. قناة تربط الأواصر بين هذا العرس الثقافي ومغاربة العالم، تبث من وإلى العالم الرقمي، والتقينا بها على أرض الواقع في رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج. كان دائما الدكتور عبد الله بوصوف كان دائما عنده واحد أقول الاهتمام بكل ما هو رقمي وكل ما هو تواصلي مع مغاربة العالم، وكانت جائحة كورونا كأنها مناسبة باش أنها أو سياق يعني مهم باش أننا نطرحوا أو نشأوا قناة هي قناة أواصر تي في تكون كتهتم بمغاربة العالم وتتواصل معهم، بحكم أن في جائحة كورونا كان صعوبة ديال التواصل مع مغاربة العالم وتعرف بهم، وحتى كذلك هما باش يمكن مغاربة العالم يتواصلوا مع الوطن الأم كان صعيب. فقناة أواصر تي في في هذا السياق ديال الجائحة كان عمل واحد العمل جبار، وكان تقريبا نقدر نقول لك الواجهة أو نقوله المنصة الرقمية الأولى للتواصل ديال مغاربة العالم مع وطنهم الأم. أواصر يعني اسم على مسمى، اسم يدل على مد الأواصر ما بين مغاربة العالم والوطن ديالهم الأم، وكذلك ديال البلد المغرب مع أبنائه الموجودين خارج التراب الوطني. الآن شبكة ديال البرامج في مدة 3 سنوات وصلت إلى ما يفوق 70 برنامج اللي كيهتم بالجانب الثقافي، الجانب الديني، الجانب التعريف بالكوادر، الجانب الاجتماعي السياسي أو السياسات العمومية اللي كتهتم بمغربة العالم داخل السياسات العمومية داخل الوطن، اللي كتهتم بالقضايا مغربة العالم إلى آخره. فشبكة متنوعة فيها كبسولات قصيرة اللي هي كتوضع في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كتقرا وكتشاف بطريقه سريعه، وفيها كذلك برامج طويله اللي كتكون فيها حوارات مثل برنامج جسور او قضايا الجاليه او وبرامج اخرى اللي كتكون عندها انفورمال اللي هو طويل اللي كتعطيك فرصه للنقاش والحوار وانك تفصل في المواضيع. قناة
مدينه اواصر هي واجهه من الواجهات ديال المجلس الجالي المغرب الخارج، والهدف ديالها انها توصل فعاليات المعرض او فعاليات رواق مجلس الجالي المغرب الخارج في معرض الكتاب النشر والكتاب اللي فات السنه هذه غادي كان في الرباط، وكذلك لتمتين هذه الأواصر ما بين مغربة العالم ووطنهم الأم عبر المعرض اللي هو مناسبة مهمة للتواصل مع مغربة العالم.